اسمي محمد الفي، اتخرجت السنه دي سنه 2014 من برنامج جورجيا. انا كنت تخصص تمويل واستثمار. انا استفدت طبعا جدا من البرنامج لان هو بيقدم طبعا حاجات مش موجوده في السوق المصري حاليا، زي التخصص اللي انا متخرج منه اللي هو التمويل والاستثمار. استفدت طبعا جدا من البرنامج ككل، ومن الدكاتره اللي درست، ومن التكست كلها اللي احنا كنا بندرس منها. انا شايف ان الخطوه اللي احنا خدناها دي لا خطوه جميله جدا، وانا طبعا مبسوط بالناس اللي داخلين جداد، ومبسوط طبعا ان انا متخرج، ومبسوط بزمايلي، ومبسوط بنفسي طبعا. واتمنى لكل التوفيق ان شاء الله. حاليا في اوفرز كتير للشغل وكده، بس يعني ربنا يسهل باذن الله ونشوف احسن اوفر باذن الله. والله اتمنى ان مصر تبقى احسن دوله في العالم كله، وان الشعب المصري كله يبقى احسن شعب في العالم كله، يا رب امين. ويعني مش عارف. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، الف شكر. اوكي، انا اسمي منى مسعد، انا في سنه رابعه جورجيا ستيت يونيفرسيتي كاير يونيفرسيتي جوينت بروجرام فاينانس ميجر. النهارده جراديوت ان شاء الله. عايزه اقول ان البروجرام حلو جدا وبيدينا اوبورتونيتيز كويسه قوي. هو عباره عن جوينت بروجرام ما بين جامعه القاهره وجورجيا ستيت يونيفرسيتي في امريكا. عندنا ثلاثه ميجرز، فاينانس واكاونتنج وماركتنج. البروجرام حلو فيه ان احنا العدد كمان ميزه فيه، ان احنا ده بيدينا اوبورتونيتي اكتر ان احنا يبقى فيه دايركت كوميونيكيشن مع الدكاتره. بيجي لنا دكتورز من بره، دي حاجه كويسه كمان قوي، بيدينا اوبورتونيتي ان احنا نكستشينج الكالتشرز معاهم يعني. بس النهارده احنا الجراديويتس بتوع دفعه 2014 يعني ان شاء الله. اضحك عليكي لو قلت لك ان انا قررت، بس انا لسه يعني ان شاء الله عايزه، انا كنت فاينانس ميجر يعني، فلسه هشوف انا ان شاء الله اذا كنت هكمل ايدر حاجه اكاديميك او اشتغل الاول. يعني الواحد بيبقى محتاج يعمل ستوب بس بعد الجراديويشن شويه، يشوف محتاج يكمل ايدر البارت الدراسه، ايدر ماسترز بقى او بري ماسترز او الكلام ده، او ان احنا نشتغل على طول يعني. ميرسي قوي، شكرا. أنا اسمي ماجي نصيف، وأنا مديرة هيئة الفول برايت، ودي هيئة للبعثات بنبعت طلبة مصريين يعملوا ماجستير أو دكتوراه أو يبحثوا للدكتوراه في أمريكا، وبنجيب طلبة وأساتذة أمريكان بيقعدوا هنا في مصر. وعندنا منح على مستويات مختلفة، ونحب نشجع الطلبة انهم يتصلوا بالمكتب بتاعنا او يبصوا على الويب سايت بتاع الفول برايت عشان يتعرفوا على المنح ويقدموا، لان في برامج كتيرة تنفع للطلبة المصريين يروحوا يبحثوا او يدرسوا في امريكا. هو طبعا الدراسة في الخارج بتساعد الطالب على انه يتقن اللغة والمادة اللي هو بيبحث فيها او يدرسها، إلى جانب التعرف على الثقافة وطريقة أسلوب العمل في البلاد الأجنبية، وفي حالتنا إحنا أمريكا. هو إحنا في هيئة الفول برايت عندنا منح، ما عندناش كورسات، فالطلبة بيروحوا وبيدرسوا التخصص اللي هم متخصصين فيه، فكل طالب له التخصص بتاعه، ولكن إحنا عندنا دايما منح جديدة بتيجي وفرص جديدة لجميع المستويات. عندنا مثلا منحة للخريجين المعاهد الفنية، فنحب إنه طلبة من أماكن مختلفة، من الأقاليم مثلا، طلبة من المعاهد إلى جانب الجامعات، يتشجعوا ويكلموا الهيئة. So it's the Fulbright Commission. يبصوا على الويب سايت أو يتصلوا بالدليل ويجيبوا النمرة ويتصلوا ويعرفوا إمتى ميعاد التقديم وإيه شروط التقديم وإيه مثلا لو محتاجين ياخدوا توفل أو حاجة كده عشان يقدموا.